أبنائي الطلبة وطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم بإذن الله شرح مادة تقنية المعلومات للصف الأول ثانوي. درسنا في الحصة الماضية، تكلمنا في الفصل الأول، تكلمنا فيه عن ما يعرف بقاعدة البيانات. تكلمنا عن قاعدة البيانات ونذكر أننا قلنا أنها هي مجموعة من البيانات ذات علاقة ببعضها، التي تم تنظيمها بطريقة تمكن المستخدم من استرجاعها بسهولة. تكلمنا أيضا عن البيانات، وأيضا تكلمنا عن نظام إدارة قواعد البيانات، وقلنا أن هناك فرق بين نظام إدارة قواعد البيانات وقاعدة البيانات، وقلنا نظام إدارة قواعد البيانات هو اللي نحن نستخدمه أو يتيح لنا تعريف قاعدة البيانات وإنشاؤها والتحكم فيها. وتكلمنا أيضا، ذكرنا على أو خذينا فكرة على قاعدة البيانات وشن يكون شكلها، وتكلمنا أيضا عن خواص أو خصائص قواعد البيانات اللي هنا قلنا الوصف الذاتي لطبيعة قاعدة البيانات، والفصل بين البرامج والمعلومات، وتجريد البيانات، ودعم عرض البيانات بعدة أوجه. هذا كله من الخصائص متاع قواعد البيانات. أيضا مشاركة البيانات، مرونة النظام، وكذلك توفير النسخ الاحتياطية والاسترداد. وتكلمنا أيضا عن خاصية اللي هي تحديث المعلومات، وخاصية توفير العديد من واجهات المستخدم، وكذلك فرض قيود السلامة. أيضا ذكرنا شنو معنى هندسة نظم إدارة قواعد البيانات، وقلنا أن نظم إدارة قواعد البيانات كانت مركزية، كل شيء البرنامج وقاعدة البيانات على جهاز واحد، ولكن بعدين تحولت هندسة نظم إدارة قواعد البيانات إلى تدريجيا إلى حاجة نحن نسموها العميل والخادم. وتكلمنا شنو هو العميل، وقلنا هو عبارة عن محطة أو جهاز كمبيوتر موجود مرتبط على شبكة، ممكن يتصل بالخادم ويطلب منه خدمات. العميل ممكن يشتغل بعض الشغل، ولما يحتاج شغل أكثر يقدر يستخدم أو يتصل بالخادم. قلنا هيك فكرتها، أن عندنا خادم إدارة نظم أو نظام قاعدة البيانات، هذا اللي تكون فيه البيانات متاعنا وقاعدة البيانات، وخادم ملفات، كذلك خادم ممكن طباعة. والأجهزة هذه عبارة عن أجهزة نسموه نحن عميل، تتصل بالخادم حين الحاجة أو عند الحاجة. واستخدمت قاعدة البيانات، تكلمنا أيضا عن مجموعة من استخدامات قواعد البيانات وما هي التقنيات الناشئة. بالطريقة هذه ختمنا نحن الفصل الأول. اليوم إن شاء الله نبدأ في الفصل الثاني. الفصل الثاني هو نمذجة البيانات باستخدام حاجة اسمها قالب العلاقة الكينونة. قالب العلاقة الكينونة، أولا ما هي الكينونة وما هو الكيان وما هي الخواص؟ قالب العلاقة الكينونة يوضح البيانات باعتبارها كيانات وعلاقات وسمات. كيانات، علاقات، سمات، يعني كيان والعلاقة متاعه، شنو العلاقة اللي بين الكيانين، والسمات، السمات اللي هي أو الخواص متاع كل كيان، شنو الخواص متاعه، وشنو العلاقة اللي بين الكيانات. حنتعمقوا فيها شوية ونعرف إن شاء الله شنو هن. شنو هو الكيان أو هي الكينونة؟ الكيان أو الكينونة هي العنصر الأساسي في قالب العلاقة الكينونة، ونجده في العالم الحقيقي بشكل مستقل، وقد يكون ذو وجود مفاهيمي، أو قد يكون ذو وجود مادي مثل الموظف والطالب، هذا وجود مادي، كيان مادي، وقد يكون في شكل مفاهيمي مثل الوظيفة أو العمل، يعني مادي ما هو ملموس، كيان ملموس. الموظف يعتبر كيان، المعلم كيان، الطالب كيان، يعني كيان الطالب بروحه، كيان المعلم بروحه، كيان الموظف بروحه، وهو ملموس، موجود ملموس. لكن كيان المفاهيمي اللي هو غير ملموس، زي الوظيفة، الوظيفة غير ملموسة، العمل غير ملموس، هذا حاجة ما هيش ملموسة، فنحن نسموه كيان مفاهيمي. فيبقى عندنا نوعين من الكيانات، كيان مادي وكيان مفاهيمي. شنو معنى الكيان؟ هو شيء موجود في العالم الحقيقي نجده، زي الطالب نسموه كيان الطالب، كيان الطالب. الطالب عنده خواص أو سمات، كيان الطالب عنده خواص أو سمات. شنو الخواص أو السمات؟ السمات أو الخواص متاعه اسم الطالب، عنوان السكن، تاريخ الميلاد، في أي سنة يدرس، رقم الطالب، هذا كلنا نسموه نحن خواص. يبقى نحن قلنا أن الكيان قالب العلاقة الكينونة يوضح البيانات باعتبارها كيانات، علاقات، وسمات. يعني عندي كيان الطالب
عنده سمات أو خواص. شنو السمات أو الخواص متاعها؟ يعني اسمه، عنوانه، تاريخ الميلاد، اسم الأب، اسم الأم وما إلى ذلك. هذه خواص خاصة بالطالب أو سمات، والطالب نفسه نعتبره كيان. الطالب عنده علاقة بالمعلم، يبقى كيان الطالب لديه علاقة مع معلم، يبقى كيان وكيان في بينات علاقة. ولذلك نحن نقول قالب العلاقة الكينونة عبارة عن كيانات، أو نحسب يوضح البيانات باعتبارها كيانات، علاقات وسمات. يعني عرفنا شنو مقصود بكيان، كيان الطالب وكيان المعلم، وفي علاقة بيناتهم. المعلم يدرس الطالب، المعلم يدرس الطالب، يبقى هذه شنو نسموها نحن؟ سموها علاقة. في نفس الوقت في حاجة نحن نسموهن سمات، سمات أو خواص، اسم الطالب، عنوانه، وأيضا المعلم، اسم المعلم، رقم المعلم، تاريخ ميلاد المعلم في أي مادة أو تخصص اللي يدرس فيه. يبقى عندنا الكيان زي ما قلنا، أو الكينونة هي العنصر الأساسي في قالب العلاقة الكينونة، لأن هي العنصر الأساسي، هي اللي يصير بينات العلاقات، وأيضا هن اللي عندهن الخواص أو السمات. نجده في العالم الحقيقي بشكل مستقل، وقد يكون، قد يكون ذو وجود مادي. شو المقصود مادي؟ يعني ملموس، الطالب ملموس، كيان المعلم ملموس، ولكن بعض الكيانات غير ملموسة، زي مفاهيمي ونسموه مفاهيمي، زي الوظيفة، يبقى كيان مادي ما هو ملموس، وكيان غير مادي ما هو غير ملموس، زي الوظيفة أو العمل. وكل كيان له سمات اللي هن الخصائص اللي احنا ندعو عليهن الخاصة للكيان. على سبيل المثال، سمات الموظف، رمز الموظف، اسم الموظف، الراتب، العنوان، زي ما قلنا اسم الطالب، عنوان الطالب وما إلى ذلك، هذا نسموه احنا سمات أو خصائص. يبقى قالب العلاقة الكينونة يوضح البيانات باعتبارها كيانات، علاقات، وأيضا سمات اللي احنا نتكلم عليها الخصائص. يبقى كيانين، وعرفنا شنو الكيان، كيان موظف أو كيان طالب وكيان معلم، كيان طالب وكيان معلم. كل كيان عنده سمات، كيان الطالب عنده سمات خاصة أو خصائص خاصة، اسم الطالب، رقم الطالب، عنوان الطالب وما إلى ذلك. والمعلم أيضا عنده سمات خاصة أو خصائص خاصة، اسم المعلم، رقم المعلم، تاريخ ميلاد المعلم، المادة اللي درسها. بين هذه الكيانات في علاقة. ما هي العلاقة؟ أن مثلا الطالب أو المعلم يدرس الطالب، المعلم يدرس الطالب. فقلنا زي ما قلنا كيان مادي، عندنا كيانين، مادي ومفاهيمي، وقلنا كيان مادي ما هو ملموس، وكيان المفاهيمي ما هو غير ملموس. هناك عدة أنواع من الخواص في قالب العلاقة الكينونة. يعني توا نحن تكلمنا على قالب العلاقة الكينونة، وقلنا أن الكيانات بينات علاقات، وكل كيان عنده سمات أو خواص. الخواص هذه تختلف، الخواص تختلف. يعني لما نجي نقولوا خواص الطالب أو سمات الطالب اللي اسمه وعنوانه وتاريخ ميلاده، ممكن شن تكون الخواص؟ ممكن تكون خاصية بسيطة، وهي لا تحتوي على قيم خفية، مثل راتب الموظف. ولو أن ممكن راتب الموظف أن يكون خاصية متعددة القيم، أو مركبة، مش متعددة، مركبة القيم، فبسيطة زي المرتب، على أساس أنه لا يفصل، ولكن في بعض الأنظمة وقواعد بيانات قد يفصل، وفي الحالة هذه نسموه خاصية مركبة من عدة أجزاء كمرتب. فهنا نسموها بسيطة، يعني لا تحتوي على قيم خفية، مثل راتب الموظف، مثل راتب الموظف على سبيل المثال. هذه بسيطة، يعني ما تجزأش، ما فيهاش، لكن في مركبة يمكن تقسيمها إلى سمات فرعية. وهنا زي ما قلت لكم، المرتب أيضا قد حسب تصميم قاعدة البيانات قد يكون مركبة. مثلا نقول المرتب الأساسي والمرتب الصافي وما إلى ذلك، هذه ممكن تقسم، ولكن نحن هنا في كنظام مثلا أو كقاعدة بيانات معلومات عن موظف معين، ممكن تكون فيها المرتب، وفي الحالة هذه تكون الخاصية هنا بسيطة لا تجزأ. في مركبة زي ما قلنا، ممكن خواص مركبة يمكن تقسيمها إلى سمات فرعية أصغر، زي مثلا اسم الموظف، بدل ما نقوله اسم الموظف وينحط في خاصية واحدة فقط، ممكن نقوله الاسم الأول كخاصية فرعية، والاسم الثاني خاصية فرعية، أو اسم الأب خاصية فرعية، واسم العائلة خاصية فرعية. فالحالة هذه شندرنا أصبحت مركبة، اسم الموظف
مقسم إلى ثلاث أجزاء أو ثلاث خواص فرعية، قسمناها إلى ثلاث سمات أو خواص فرعية: خاصية اسم الموظف، واسم الأب مثلاً، واسم الأم أيضاً، أو الاسم العائلة أيضاً. العنوان ممكن يكون بسيط، العنوان فقط، وممكن تجزأ اسم الشارع، رقم المنزل، رقم في الحالة هذه أصبح العنوان نسموها نحن خاصية مركبة. يبقى عندنا خاصية بسيطة وهي ملهاش قيم خفية، تكون قيمة واحدة فقط، أو مركبة يمكن تقسيمها إلى سمات فرعية، زي الاسم، بدل ما نقوله اسم الطالب أو اسم الموظف نقوله الاسم الأول، اسم الأب، اسم العائلة. فالحالة هذه قسمناه إلى ثلاث خصائص، وزي ما قلت لكم ممكن حتى نقوله عنوان الطالب فقط ونسكته، معناها في الحالة هذه يكون بسيطة. لكن إذا كان أنا نبي نديرها مركبة ممكن نقول العنوان، نقوله عنوان الشارع، رقم المنزل، المنطقة، المدينة وما إلى ذلك، أصبح العنوان هنا أصبحت خاصية مركبة لأن قسمتها إلى سمات فرعية. يبقى لما نقسم جزئية معينة أو خاصية معينة إلى سمات فرعية، زي اسم الموظف نقسمه إلى سمات فرعية، اسم الأول، اسم الثانية، واسم الأب، اسم العائلة، يبقى نحن نسموها هنا خاصية مركبة. خاصية مركبة. يبقى الخاصية المركبة يمكن تقسيمها إلى سمات أو خصائص. هنا السمات هي مقصود بها الخصائص، فرعية أصغر حجما مثل اسم الموظف، تقسم هنا كانت بسيطة كاسم موظف، لكن إذا كان قسمتها إلى الاسم الأول واسم العائلة أصبحت هي أصبحت إنها خاصية مركبة. أو العنوان، فيمكن تقسيمه إلى مثلا رقم المدينة، الحي، الشارع، رقم المنزل وما إلى ذلك. أيضا في الحالة هذه إذا كان العنوان قسمتها إلى أجزاء أصبحت خاصية مركبة، لأن العنوان بروحه أصبح مجموعة خصائص أو سمات. يبقى خاصية بسيطة وخاصية مركبة. وكذلك عندنا حاجة يسموها خاصية متعددة القيم. متعددة القيم زي رقم الهاتف، يعني موظف أو شخص أو طالب ممكن ما يكونش عنده تليفون واحد، ممكن يكون عنده ثلاثة، أربع تليفونات، خمس تليفونات. في الحالة هذه يسموها متعددة القيم، لأن للشخص الواحد ممكن يكون عنده أكثر من تليفون أو أكثر من هاتف. يبقى قلنا الخواص، عندنا هناك عدة أنواع من الخواص في قالب العلاقة الكينونة. خاصية بسيطة وهي التي لا تحتوي على قيم خفية، يعني لا تجزأ. مركبة ليمكن نحن نقسموها إلى سمات فرعية أو خواص فرعية، يعني نجي خاصية اسم الموظف ممكن نقسمها إلى مجموعة، نقول اسم الموظف أو الاسم الأول، اسم الأب، اسم العائلة، اسم الجد، اسم العائلة وما إلى ذلك ممكن نقسمها. أو العنوان، إذا كان أنا العنوان نبي نقسمه إلى خواص أو بنسميها خاصية مركبة، معناها بنقسم الخاصية متاعي إلى خواص صغيرة زي ما نقوله أو سمات، نقوله لا مثلا بدلا ما نقوله العنوان نقوله المدينة، الحي، الشارع، الرقم المنزل وما إلى ذلك. في الحالة هذه أصبحت خاصية مركبة. أيضا عندنا خاصية اسمها قلنا خاصية متعددة القيم، وهي خاصية تمتلك مجموعة من القيم مثل رقم الهاتف، يعني أكثر من قيمة، يعني ممكن شخص يكون عنده أكثر من تليفون، والحالة هذه نسموها نحن متعددة القيم. ممكن أن لا يكون هناك قيمة للخاصية فتسمى نل، يعني ممكن أنت خاصية معينة زي على سبيل المثال رقم الهاتف، ممكن رقم الهاتف تكون خاصيته نل أو قيمته نل، قيمة متاعها نل. نل معناها فارغ، ما فيش، يعني شخص ما عندهش رقم تليفون، في الحالة هذه الخاصية ممكن تكون فارغة، مش لابد تكون فيها بيانات. يبقى ممكن أن لا يكون هناك قيمة للخاصية فتسمى نل، مثلا موظف جديد بالشركة لم تحدد له صفة وظيفية فتكون قيمة الخاصية قيمة فارغة، يعني ما زال ما حدوش شنو صفة الوظيفية، في الحالة هذه تخلو البيانات واسمه وعنوانه ولكن الخاصية متاعها تكون فارغة، في الحالة هذه نحن نسموها نل، سموها نل. الخاصية الرئيسية، الخاصية الرئيسية هي واحدة من الخواص أو ممكن تكون مجموعة خواص مع بعض نسموهن خاصية رئيسية، وهي خاصية ذات قيمة مميزة وتستخدم أو تستخدم قيمها لتحديد السجلات بشكل فريد، مثلا رقم الجلوس للطالب، الرقم الوطني، رقم الموظف. مثلا الرقم الوطني لا يجوز أن يتكرر من شخص إلى شخص، فهذا نسموه نحن خاصية رئيسية، سموها خاصية رئيسية، وهي قيمة فريدة وتستخدم للبحث عن باقي السجلات. يعني على سبيل المثال
لما يكون عندي الرقم الوطني نبي نبحث على رقم وطني، يستخدم الرقم الوطني للبحث عن باقي البيانات اللي احنا نبوهن، يعني باقي الخواص. يعني على سبيل المثال لما ندخل رقم وطني لموظف او لشخص معين حيطلع لي اسمه وعنوانه، كيف طلعنا بالخصائص الباقي او باقي السمات متاعه عن طريق الوطن الرقم الوطني. وفي الحاله هذه نحن نسموه خاصيه رئيسيه، يبقى الخاصيه الرئيسيه وهي خاصيه ذات قيم مميزه وتستخدم قيمها لتحديد السجلات بشكل فريد. يعني كل سجل عنده رقم خاص، عنده رقم خاص. مثلا رقم الموظف، رقم الموظف لا يجوز ان يتكرر لشخص اخر. رقم جلوس طالب لا يجوز ان يتكرر لشخص اخر. رقم الجلوس هذا هو اللي يحدد باقي السمات متاع الطالب، رقم جلوس طالب، رقم الوطني. فايضا عندنا حاجه ثانيه، فتكلمنا نحن على الخواص، قلنا عندنا خاصيه بسيطه وخاصيه متعدده القيم وخاصيه مركبه، وعرفنا شو الفرق بيناتهم. تكلمنا ايضا قلنا شنو معنى خاصيه البسيطه الرئيسيه. الخاصيه الرئيسيه هي وحده من الخواص او السمات اللي موجوده عندي نستخدمها كخاصيه، نسموها خاصيه رئيسيه، بحيث ان الخاصيه هذه تكون لها قيم فريده لا تتكرر. في حاجه طبعا احنا تكلمنا قلنا ان الكيان قالب العلاقه الكينونه عباره عن كيانات، وكل كيان له خواص. تكلمنا شنو هو الكيان، كيان الطالب، كيان المعلم على سبيل المثال. كل كيان عنده مجموعة خواص، الخواص هذه أو السمات قد تكون خواص بسيطة أو مركبة أو متعددة القيم. وأيضا قلنا بين الكيانات في حاجة اسمها علاقة، في حاجة اسمها علاقة بين كيانين، كيان المعلم وكيان الطالب. في علاقة بين كيان المعلم وكيان الطالب، أن المعلم يدرس الطالب على سبيل المثال. هناك العلاقات هذه، في عندنا أنواع من العلاقات، هناك عديد من العلاقات الضمنية بين مختلف الكيانات. فكلما وجدت خاصية لكيان ما مرتبطة أو تشير إلى كيان آخر فلا بد من وجود بعض العلاقات. مثلا خاصية رقم القسم في ملف الموظف على سبيل المثال، رقم القسم تشير إلى القسم الذي يعمل فيه الموظف وتنشوفه كمعلومات، وخاصية رمز القسم في ملف المنتج أيضا تشير إلى القسم الذي يسيطر على إنتاج أو على كيان المنتج. حنجون نشوفوا شنو أنواع العلاقات. عندنا أول علاقة، عندنا علاقة واحد إلى واحد، علاقة واحد إلى واحد. يعني زي شنو، لنفترض أن عندنا ملف خاص بالمدارس، قائمة المدارس مذكور فيها المدارس متاعنا، وملف آخر أو كيان آخر خاص بمدراء المدارس. فكل مدير مدرسة حيدير مدرسة واحدة، وكل مدرسة واحدة لها مدير واحد. هذه نسموها نحن علاقة واحد إلى واحد. يعني الكيان هذا علاقته بهذا سموه واحد إلى واحد. سجل من هذا الكيان له علاقة بسجل من هذا الكيان فقط، له علاقة واحدة، وهذا نسموها نحن كيان أو علاقة واحد إلى واحد. يعني العلاقة واحد إلى واحد بين كيانين ألف وباء على سبيل المثال تعني أن كل كيان من ألف، كل كيان من ألف يمكن أو يمكن أن يكون ذا صلة واحدة فقط مع كيان من باء، والعكس صحيح. يعني الكيان ألف لنفترض أن كيان قائمة المدارس أو المدارس متاعنا، وكيان باء المدراء متاع المدارس. كل مدرسة لها مدير واحد، ولا يجوز أن المدرسة الواحدة يكون لها أكثر من مدير، يعني علاقة واحد إلى واحد. أيضا كل مدير له علاقة بمدرسة واحدة، فلا يجوز أن المدير أكثر أو المدير الواحد يدير أكثر من مدرسة، وهذه نسموها نحن واحد إلى واحد. يعني كيان المدارس وكيان المدراء علاقتهم واحد إلى واحد. مثال علاقة يدير التي تربط بين كيان القسم إلى كيان الموظف حنشوفوها، وتعني هذه العلاقة أن الموظف يمكن أن يكون مديرا لقسم واحد، الموظف ممكن أن يدور يكون مديرا لقسم واحد، والقسم الواحد يملك مديرا واحدا فقط. يعني كل قسم عندي أقسام وعندي مدراء أو موظفين، علاقة الأقسام بالمدراء أن القسم يديره شخص واحد، وكل مدير وكل مدير يدير قسم واحد، ولا يجوز أنه يدير أكثر من قسم. في الحالة هذه يسموها علاقة واحد إلى واحد. يعني على سبيل المثال هذا قسم، وهذه هي العلاقة، يدير، وهذا كيان الموظف، كيان القسم، كيان القسم وهذا كيان الموظف، بينهن علاقة. العلاقة هذه واحد إلى واحد، أن مثلا قسم واحد يديره المدير رقم واحد،
وقسم 2 يديره المدير رقم 2، وقسم 3 يديره المدير رقم 3. يعني كل مدير يدير قسم واحد، وكل قسم يديره مدير واحد، وفي الحالة هذه نحن نسموهن شنو؟ نسموهن علاقة واحد إلى واحد بين الكيانات. بين الكيانات يعني أنت وكنا تكلمنا قلنا أن قالب العلاقة الكينونة عبارة عن كيانات، علاقات، سمات. عرفنا الكيان شنو هو؟ كيان هو موجود في العالم الحقيقي، وقد يكون موجود ككيان مادي أو كيان مفاهيمي. كيان الموظف كيان مادي لأنه شخص موجود ملموس. كيان الوظيفة غير ملموس، نسموه كيان مفاهيمي. كل كيانين أو كل كيانات، مجموعة كيانات بيناتهم علاقة. علاقة قد تكون واحدة من العلاقات، نسميناها نحن علاقة واحد إلى واحد. عندنا علاقة أخرى نسموها علاقة واحد إلى مجموعة. واحد إلى مجموعة. على سبيل المثال، على سبيل المثال، مدرسة أو مدير مدرسة يدير أو رئيس مجموعة من الموظفين. يبقى المدير له علاقة بمجموعة من الموظفين، المدير له علاقة مجموعة من الموظفين، ولكن الموظفين لهم علاقة بمدير واحد. الموظفين لهم علاقة بمدير واحد. يبقى كيان المدير وكيان الموظفين، أو كيان المدرسة وكيان الموظفين. كيان المدرسة وكيان الموظفين، أو كيان المدير وكيان الموظفين. يبقى المدير، المدير يدير مجموعة من الأشخاص أو يرأس مجموعة من الأشخاص، لكن الأشخاص اللي نحن نشوف فيهم أو الموظفين يرأسهم شخص واحد. ففي الحالة هذه نحن نسموها علاقة واحد إلى مجموعة. مدير مجموعة موظفين، يبقى المدير يقول أنا أدير مجموعة من الموظفين، يبقى واحد إلى مجموعة. ولكن الموظف يقول أنا يديرني شخص واحد، يبقى هنا علاقة واحد إلى العديد. وتعني هذه أن كل كيان من ألف يمكن أن تكون له صلة مع أكثر من كيان. المدرس أو المدير مع الموظفين أكثر من كيان. من باء، وكل كيان من باء الموظف له علاقة مع كيان واحد، مدير واحد فقط. مثال العلاقة يعمل لدى بين الكيانين الموظف والقسم، وتعني أن كل قسم يمكن أن يكون ذا صلة مع أي عدد من الموظفين، ولكن الموظف يمكن أن يكون ذا صلة مع قسم واحد فقط. يعني أن الموظف، هذا الموظف يعمل في القسم رقم واحد، وهذا الموظف يعمل في القسم رقم 2، لكن لاحظ أن الموظف رقم 3 والموظف رقم 4 يعمل في القسم رقم 3. إذن علاقته واحد إلى مجموعة، لأن ممكن مجموعة من الموظفين تعمل في نفس القسم، لكن لا يجوز أن الموظف هذا أن يعمل في القسم هذا ويعمل في قسم آخر. يعني ما ينفعش أن موظف يشتغل مثلا على سبيل المثال في قسم الشؤون الإدارية وفي نفس الوقت يشتغل في قسم الحسابات. يعني له علاقة بقسم واحد، وهذه نحن نسموها علاقة واحد إلى مجموعة. واحد إلى مجموعة. يبقى العلاقة الأولى هي واحد إلى واحد، أن كل كيان من ألف له علاقة مع واحد من كيان باء، وكذلك كيان باء له علاقة واحدة مع ألف. هذه واحد إلى واحد. واحد إلى مجموعة، أن كل كيان من ألف له علاقة بمجموعة من باء، وكل كيان من باء له علاقة بواحد من ألف. وهذه نحن نسموها واحد إلى مجموعة. أيضاً عندنا في علاقة مجموعة إلى مجموعة. وعلاقة مجموعة إلى مجموعة شن تعني؟ علاقة مجموعة إلى مجموعة أن كل مجموعة من ألف، كل مجموعة من ألف لها علاقة بمجموعة من باء. كل مجموعة من ألف لها علاقة مع مجموعة من باء. شن مقصود بها؟ يعني على سبيل المثال أن الطبيب، الطبيب هذا علاقة مجموعة إلى مجموعة. طبيب والمرضى، الطبيب والمرضى، أن الطبيب يعالج مجموعة من المرضى، يعالج مجموعة من المرضى، والمرضى ممكن يعالجوا مع أكثر من طبيب. يعني اليوم ممكن المريض ماشي لطبيب أسنان، بكرة ماشي لطبيب مثلا عيون، وهكذا. فالعلاقة ملف الأطباء
والمرضى قد تكون مجموعة إلى مجموعة. وشنو معنى مجموعة إلى مجموعة؟ أن كل كيان من ألف، كل كيان من ألف له علاقة بمجموعة من الكيانات من باء، وكل كيان من باء له علاقة مع مجموعة من الكيانات من ألف. يعني لو جينا نحن توا على المثال هذا، على سبيل المثال، لو جينا نبغى نشوف العلاقات هنا، هذه مجموعة، هذا كيان الموظف. كيان الموظف فيه مجموعة من الموظفين، وهذا كيان القسم، وكيان القسم فيه مجموعة من الأقسام، وهذا كيان المنتج، وكيان المنتج أيضا فيه مجموعة من المنتجات. لو نجور ركزوا هنلاحظ، نحن قلنا هذه كيانات، الكيانات هذه فيه بالشكل هذا رمز الموظف بهذا الشكل، هذا خاصية أو سمة، الاسم الأول للموظف، هذنا كلهن نحن نسموهم خواص بهذا الشكل، هذه خواص، هذه خواص. لاحظ أن عندنا خاصية هنا، عندنا خاصية هنا، خاصية هذه رمز القسم، هذه الخاصية هي اللي تكون علاقة مع الكيان الثاني اللي هو كيان القسم، وهي تكون علاقة مع كيان الثاني الكيان القسم. يعني لو جينا شفنا أن رمز القسم، رمز القسم هنا اللي هو واحد، لاحظ أن الموظف مروان وعبد الفتاح وليلى هذوما يشتغلوا في القسم رقم واحد، يعني يشتغلوا في أي قسم اللي هو في الإدارة العامة. هذه شو معناها؟ معناها أن في علاقة واحد إلى مجموعة، واحد إلى مجموعة، أن عندي مجموعة من الموظفين تعمل في القسم. يبقى العلاقة بين الكيان القسم وكيان الموظف هي علاقة واحد إلى مجموعة، واحد إلى مجموعة. أيضا لو جينا شفنا كيان المنتج، كيان المنتج وهو ملف هنا، كيان المنتج، لو تلاحظ أن في علاقة أيضا بين المنتج، كيان المنتج وكيان القسم، أن هناك علاقة بين كيان المنتج وكيان القسم. شنو هي العلاقة؟ أنها علاقة واحد إلى مجموعة. أيضا كل قسم زي قسم الإنتاج ينتج مجموعة من المنتجات، كل قسم أو قسم الإنتاج اللي هو رقم خمسة ينتج مجموعة من المنتجات. أيضا القسم رقم ستة أيضا ينتج مجموعة من المنتجات. إذن كيان المنتج، كيان المنتج وكيان القسم هي علاقة أيضا واحد إلى مجموعة، واحد إلى مجموعة، أن كل قسم من هذه الأقسام أو هذا القسم له علاقة مع المنتج بأكثر من منتج هنا، والقسم رقم ستة أيضا له علاقة بأكثر من منتج. ولاحظ أن زي ما قلنا العلاقة، لو نركزوا هنا علاقة القسم، هذا القسم هذا، وحنجوا بعدين نقولوا شنو نسموه، بعدين حنقولوا هالحاجة هذه اللي تربط بين الكيانات شنو نسموهن، هذا شنو نسموه وهذا شنو نسموه، إن شاء الله في الفصل الجاي بإذن الله حنتكلموا عليه. إذن هذه علاقة مجموعة من الموظفين أو مجموعة من المنتجات لها علاقة بقسم واحد. إذن لو نجوا نشوفوا على سبيل المثال أن مثلا بلاط حمام كلاسيكي هذا ينتجه القسم رقم خمسة، أي قسم؟ اللي هو قسم الإنتاج. من يدير هذا القسم؟ هو موظف رقم 97-0-222. من الموظف هذا 97-0-222 اللي هو هو منير الحلو. ولذلك نحن نلاحظ أن فيه علاقة، فيه علاقة بين هذه الكيانات، بين هذه الكيانات. ولاحظ أيضا أن رمز المدير هنا، رمز المدير بالنسبة له علاقة مع الموظفين علاقة واحدة، لأن هنا المدير يدير، كل موظف يدير قسم واحد ولا يجوز أن يدير أكثر من قسم.
إذن وليش نحن سميناه قالب العلاقة الكينونة؟ كيانات بها سمات، أوكي؟ وهناك علاقة بين الكيانات. أنواع العلاقات: إما أن تكون علاقة واحد إلى واحد، أو علاقة واحد إلى مجموعة، أو علاقة مجموعة إلى مجموعة. وطبعاً علاقة واحد إلى واحد يعني مقصود بها أن كل كيان رقم واحد عنده علاقة بعلاقة واحدة مع الكيان باء، وواحد إلى مجموعة أن كل كيان من ألف له مع مجموعة من باء، بينما باء له علاقة مع واحد من ألف. مجموعة إلى مجموعة كل كيان من باء أو من ألف له مع علاقة مع مجموعة من باء، وكل كيان من باء له علاقة مع مجموعة من ألف. يعني على سبيل المثال لو جينا علاقة المعلمين والطلبة، أن المعلم يدرس مجموعة طلبة، بينما الطالب أيضا يدرسه مجموعة من المعلمين، لأنه يجيه معلم في الرياضيات، يجيه معلم في الحاسوب. يبقى كيان المعلم وكيان الطالب العلاقة مع بعضها علاقة مجموعة إلى مجموعة، مجموعة إلى مجموعة. يبقى لو رجعنا نحن وتكلمنا من البداية، فيش تكلمنا نحن؟ تكلمنا على نمذجة البيانات باستخدام قالب العلاقة الكينونة، وقلنا شنو هو الكيانات والخواص، قلنا اللي تكلمنا على قالب العلاقة والكينونة، وقالب العلاقة والكينونة يوضح البيانات باعتبارها كيانات، علاقات وسمات. وشنو هو الكيان؟ قلنا الكيان هو العنصر الأساسي في قالب العلاقة الكينونة، ونجده في العالم الحقيقي بشكل مستقل، وهو إما يكون في شكل مادي، ما هو ملموس، الموظف ملموس، الطالب ملموس، المخزن ملموس، أو في شكل مفاهيمي زي الوظيفة أو العمل. الوظيفة هي كيان، ولكن كيان مفاهيمي غير ملموس، غير ملموس. إذن كل كيان قلنا له سمات، اللي هن نحن نقول لهن أيضا خصائص، زي خاصية أو خاصة للكيان، زي مثلا سبيل المثال سمات الموظف، رمز الموظف، اسم الموظف، هذه خصائص للكيان. كيان الموظف عند مجموعة من الخصائص. وتكلمنا أيضا قلنا أن هناك عندنا عدة أنواع من الخصائص أو الخواص في قالب العلاقة الكينونة. الخاصية ممكن تكون بسيطة وهي لا تجزأ، وقلنا ملهاش قيم خفية، زي مثلا المرتب ولو أن عندها حالات استثنائية، كلمة مرتب. المركبة اللي يعني ممكن تقسيمها إلى سمات فرعية، زي اسم الموظف ممكن نقوله خاصية، ولكن لو أنا حبيت أني نجزأها إلى سمات فرعية، الاسم الأول، اسم الأب، اسم الجد، اسم العائلة وما إلى ذلك، هذه نسموها خواص مركبة. أيضا العنوان ممكن يقسم إلى خواص مركبة. أيضا في خاصية أخرى يسموا فيها متعددة القيم، زي الهاتف. الهاتف ممكن الشخص يكون عنده أكثر من قيمة، في الحالة هذه نسموها هذه الخاصية متعددة القيم. وتكلمنا أيضا عن حاجة اسمها الخاصية الرئيسية، وهي ذات قيمة فريدة. الخاصية الرئيسية هي ذات قيمة فريدة، نسموها خاصية رئيسية. هي أي خاصية من الخواص متاع الكيان لا يجوز أن تتكرر. يعني مثلا رقم الموظف لا يجوز أن يتكرر، في الحالة هذه نسموها خاصية رئيسية. الرقم الوطني لا يجوز أن يتكرر. ما ينفعش نجي نقول مثلا اسم الموظف خاصية رئيسية، لأن محمد ممكن يتكرر. ما نقدرش نقول تاريخ الميلاد خاصية رئيسية، لأنه ممكن يتكرر، يعني ممكن يكون نفس تاريخ الميلاد عند شخص آخر. ولكن رقم الموظف نسموه خاصية رئيسية، حسب نختاره أي خاصية من الخواص متاعات الكيان اللي هي تكون لا تتكرر، زي رقم الموظف، رقم الوطني على سبيل المثال، لا تتكرر. أيضا تكلمنا على العلاقات، وقلنا عندنا أنواع من العلاقات. عندنا علاقة واحد إلى واحد، وهي علاقة تكون بين كيانين، أن الكيان ألف له علاقة واحدة في الكيان باء، والكيان باء له علاقة مع واحد من ألف. وأيضا تكلمنا على علاقة واحد إلى مجموعة، أن الكيان ألف له علاقة مع مجموعة من كيان باء، وكيان باء له علاقة مع واحد من ألف، زي ما قلنا على سبيل المثال رئيس القسم والموظفين، رئيس القسم والموظفين. وأيضا علاقة مجموعة إلى مجموعة تكلمنا عليها، أيضا مجموعة إلى مجموعة، زي علاقة الأطباء، كيان الأطباء مع كيان
المرضى على سبيل المثال أن مجموعة من الأطباء تعالج أو طبيب واحد يعالج طبيب له علاقة بمجموعة من المرضى، وأيضا المريض قد تكون له علاقة بمجموعة من الأطباء. أيضا المعلمين والطالب أو الطالب، أن المعلم قد تكون له علاقة بمجموعة من الطلبة، وأيضا الطلبة لهم علاقة بمجموعة من المعلمين. بهذا الشكل استكملنا شرح مادة تقنية المعلومات أو الفصل الثاني من مادة تقنية المعلومات للصف الأول الثانوي. نلتقي بإذن الله في شرح الفصل الثالث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.